بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. المقابلة كانت صعيبة علينا، ما يخفلكش بلي لينا ميراكل الوضعية اللي كانت فيها ليكيب ربع أيام قبل المنافسة، وإن كوننا فريق تنافسي والحمد لله يا ربي. شفنا الشوط الأول كان يعني متكافئ، كنا بالضارين بالتسجيل، سجلنا الهدف الأول من خطأ أو اثنين أخطاء اللي ارتكبناها في الشوط الأول، سجل منها الهدف التعادل. ولكن في الشوط الثاني طلبنا من اللاعبين باش يستحوذوا على الكره ويستغلوا خاصه الخمس دقائق 10 دقائق الاولى، باسكو علاه ما يخفاش عليك حنا فيزيكوم ماناش ملاح، مازال ما ديناش بريباراسيون، استادي طلبنا منهم باش يماركوا في اقرب وقت، وهذا ما حدث في الشوط الثاني. نشكر اللاعبين، نشكر الجمهور اللي كان معنا، ونشكر الاداره اللي قامت بمجهود كبير باش اهلت اللاعبين وكونت فريق يعني تنافسي. بسم الله الرحمن الرحيم، حنا كنا عارفين بلي مقابله تكون صعيبه سيتو ديبي تاع الشامبيونا مع الحراره تاع اليوم. اللاعبين مشكورين على المجهودات اللي داروهم، ارتكبنا جوج اخطاء اللي كلفونا هدفين، قلنا باش نرجعوا في السكور رجعنا في الاولى، عاود ارتكبنا لها خطا الزاوج اللي كلفنا بالدوزيام بيت راسي باش نرجعوا في السكور. الجوار مشكورين، داروا امبوروندمون كافحوا في التيران، مي سي سا الفوتبول هذا بريمي ماتش، مازال يستنانا عمل كبير، ان شاء الله احنا باركين ان شاء الله، ان شاء الله الماتش تاع الجمعه ان شاء الله باش نخلفوها.